السلام عليكم، يعطيكم العافية. بقول لكم قصة سمعوها مني. قبل سنوات لما كنت أبي أصمم مثلا بوست أو صورة حق الانستغرام أو حق شغلي بشكل عام أو حق البطاقات والفيديوهات، كنت أنا أسويها قبل أشتغل فيها، كنت أواجه صعوبة أن الصورة لازم تتصمم كامل أرض أرض، يعني من الصفر تصممها وتحطها وتجهزها. كان ياخذ مني وقت ومجهود كبير، بس الحين تغير معاي الوضع لما لقيت موقع كانفا. طبعا بالمناسبة أنا كنت داش محاضرة، دورة تدريبية كانت عندي، فكان المدرب من كم تقريبا 3 سنين، فكان المدرب يا وقال عليكم تطبيق كانفا، استخدموا تطبيق كانفا هذا يعطيكم تصاميم. فتكلم قط الكلام وراح، يعني ما أعطى أهمية للتطبيق هذا أو الموقع هذا. قمت اهتميت ودخلت ونزلت التطبيق وبديت أدرس عنه وأبحث عنه. فعلا طلع تطبيق جبار، هو طبعا تطبيق في التليفون وموقع إلكتروني ويب جبار جدا جدا، اختصر لي كثير من النقاط والوقت، اختصر لي كثير من التصاميم. لقيت قوالب جاهزة كثيرة، كل اللي أنا علي أدخل أختار القالب أو أختار النيش اللي أنا أبي وألقى القوالب مالته موجودة، فأقدر أصمم وأحط على راحتي. هذه كانت يعني مشكلة عندي في التصميم وانحلت الحمد لله بتطبيق كاملة. والأحلى اني لقيت كانفا برو. فرق كانفا برو عن كانفا العادي ان في رسوم تدفعها اوريدي، اشتراك سنوي او شهري مثل ما انت تحب. راح تاخذ اكثر من 100 جيجا تخزين، وهذا يعني حجم كبير جدا تخزن اعمالك فيه. كذلك تقدر تزيل خلفية الصور او الفيديوهات من عندك، هذا شيء جميل. ما تحتاج تستعين برامج ثانية، يعني في شغلك تقدر تستعين بإزالة الخلفية بضغطة زر. الشغلة الثالثة كذلك يقدر يعطيك خيارات أكثر من 100 مليون ملصق تقريبا، وفيديو وصورة جاهزين تقدر أنت تستخدمهم، وهذا أرقام ضخمة جدا. خلفيات، صور، فيديوهات، كل كامل تقدر أنت تستخدمهم، لك حرية الاستخدام. كذلك الصوت، فكانفا برو وفعد فيه مميزات ثانية كثيرة. يقدر يخليك تغير قياس وحجم الفيديو مالك أو الصورة مالتك بكل سهولة، ينسخ لك العمل ويغير لك حجمه، وتقدر تفتح فيه جروبات ومجموعات وتضيف ناس وياك، ففي مميزات كثيرة كثيرة. المهم أنا جبت لكم خصم خاص للناس اللي حابين يشتركون بكانفا برو لمدة عام اشتراك، ويتميز بكل مميزات كانفا برو، فقط 15 دولار أو 60 ريال سعودي أو ما يعادل 5 دنانير كويتي أو بأي عملة ثانية تقدر تقيسها. ومع هذا أعطيك هدية 11 كتاب تقدر تستفاد منهم شلون تقدم محتوى بالإنستغرام وتطور حسابك إذا كنت صاحب محتوى أو أنت كنت تبيع. يعني ل 15 دولار تاخذ فيها 11 كتاب، تاخذ فيها اشتراك كانفا برو. تواصل معي على الخاص.